برضو ان شاء الله. الاناتومي اوف ذا دوج، تمام. ادي الليفر ده على الناحيه اليمين طبعا، خلاص. وادي الاستومك، تمام. والسبرين بيكون ناحيه الشمال، ثم الكيدنيز، تمام، يمين وشمال، مع السمول واللارج انتستين الكولون مع الريكتم. ده لما اجي انيم الحيوان دورسال ريكامبنس، وده دايما الفحص اللي انا بشتغل بيه. نبص كده الديافرام، ادي الحجاب الحاجز اللي ما بين الشيست والدايجست. ورا الديافرام في الليفر، هتلاقي الليفر لو خدت بالك متقسم لكذا لوب، 5 لوب، تمام. وزن ذا ليفر، في عندك السهم بتاع الجول بلادر، بعد الجول بلادر في البايل داكت. يخلص الـ5 لوب بتاع الليفر، هتلاقي الاستومك، وهنا هنلاقي بس شوية اختلافات ما بين الكناين والفلاين استومك، إذا كانت للميد لاين عمودي عليه ولا بيكون بارلل ليه. بعد كده السبلين اللي هو بالسهم عليه، ده بيكون ناحية الشمال، ثم الكولون سواء سمول انتستين او اللارج انتستين الكولون، سواء ترانسفيرز اسندنج ديسندنج كولون، وبينهم طبعا كل اللي بينهم ده اللي هو الميزنتري، تمام، والبنكرياس كاكسسوري اورجان. كده الصوت واضح والصور والبرزنتيشن واضحه؟ اه تمام واضحين. اه يا دكتور تمام اوكي. طيب هنا برضو صور تانية برضو، هي نفس الكلام اللي انا قلته من شوية، عشان بس نبقى متخيلين هنفحص ايه. يبقى الفحص العام بتاعنا او المور كومن بوزيشن، يكون الحيوان نايم على ظهره، اللي هو بنسميه الدورسال بوزيشن. الترا ساوند اكزامينيشن للجاسترو انتستاينال تراكت، تمام. الليفر، ثم الاستومك، ثم السبلين، ثم الديودنم والجيوجنم والكولون والسيكم. الصور اللي جنبك بالسونار دي هنقولها ان ديتيلز، كل شويه هتيجي وضعها بالظبط عامل ازاي. تبدا الاستومك، تمام. اول حاجه الفرق ما بين الفلاين والكناين استومك، تمام. الكناين ستومك بتكون سنترال بليزد، يعني فين؟ جايه في النص، واللونجيتودينال اكسس بتاعها عمودي على الفيرتبرال كولم، واضحه؟ يعني هي في النص، واحنا عارفين لونجيتودينال بالطول وايه هوريزونتال بالعرض، هي في النص واللونج اكسس بتاعها عمودي على الفيرتبرال كولوم، يعني هي في النص فوق العمود الفقري. طيب بينما الفلاين داخل ناحيه الشمال وبارلل للسباين او الفيرتبرال كولوم. يبقى لما نيجي احط البروب، لو حطيته في النص بالظبط هتلاقي الكناين ستومك، لو حركته شمال، تمام، برل للفيرتبري، دي اللي هتكون الفلاين استومك، تمام. لقطة السونار بتاعت الاستومك بتختلف على حاجة أساسية، اللي هو حجم الاستومك والكونتنت بتاعت الاستومك، يعني فيها أكل ولا فيها غازات، تمام. عشان كده حتى الأفضل على فكرة في أي جي أي تي إنك تصوم الحيوان، عشان تبان الكونتنت بتاعت الاستومك زي ما كانت موجوده بالظبط، الممبرين عامل ايه من جوه، يعني اكسكلود لاي ارتفاكت نتيجه وجود جازس او وجود الجست. طيب الاستومك، تمام، بتكون عباره عن 5 طبقات، كيرف لينير ستراكشر اللي هي زي منحنى الاضلاع، 5 طبقات من جوه لبره على فكرة، ودي هنقولها في الانتستين، 5 من جوه لبره، من بره لجوه، براحتك. يعني ايه من جوه لبره؟ يعني ايه من بره لجوه؟ من بره لجوه، تمام، اللي هو من جوه ايه وبره ايه؟ السروزه فين؟
حد يرد علي. السيروزا بره والميوكوزا جوه. تمام، هي دي اللي احنا هنشوفه دلوقتي. البروب طبعا اللي انت شفتوه مع دكتورة ايمان اللي هو الكونفكس او المايكرو كونفكس بروب اللي انت شفتوه الصغير خالص ده، ده هو المايكرو كونفكس بروب، وعرفتوا ايه اهمية البروب وفايدته في الفحص. المايكرو كونفكس الصغير ده الميزة بتاعته اللي هو اساسا سهل جدا يتحط وراء الريب كيج اللي هنقول دلوقتي. هننيم الحيوان ونحط في النص او في النص ناحية الشمال ونبدأ نعمل سكانينج. تمام، لو البروب كان كبير تمام هيبقى صعب ان ياخد البوزيشن ده، الا بقى لو في لارج سايز دوج. تمام، فايف الترا سونوجرافيك لاير كان بي ايدنتيفايد ثرو اوت ذا جي اي تي تراكت، اللي هم بقى خدهم كده معايا بالترتيب من اللومين للسيروس او السيروزا من بره، خدهم من جوه لبره. وانتوا خدتوا مع دكتوره ايمان اي باوندريز لاي اورجان هتكون هايبر ولا هايبو ولا ان ايكويك؟ هايبر ايكويك. هايبر ايكويك اللي هو اللون بتاعها هيكون ايه؟ جراي ولا ايه، اسود ولا ابيض؟ ابيض. ابيض دي اللي هي الهايبر ايكويك ميكوزال انترفيس. تمام، دي اللي هي من بره. تمام، ده اللي هو كونتاكت مين؟ مع اللومين. خلاص، طيب ثم الان ايكويك ميوكوزا في النص دي اللي هي تبقى ايه؟ ان ايكويك. ثم سب ميوكوزا هتبقى هايبر ايكويك. ثم الماسكولوزا او الماسكولار لاير ان ايكويك تطلع تاني بره هايبر ايكويك سب سيروزا او سيروزا. يعني انت ماشي هايبر ان ايكويك هايبر ان ايكويك هايبر. ادي الخمس طبقات، ترتيب طبقات الاستومك. يعني انت هتلاقي بالظبط كده جراي مع وايت، جراي مع وايت مع اسود وهكذا. تمام، وهنشوفها دلوقتي في الصور، وهتشوفها دلوقتي في الصور، وهنشوف الكاركترستيك بوزيشن بتاع او الكاركترستيك فيتشر بتاعت الاستومك. تمام، طيب ادي هو السهم. في عندك كام طبقة؟ خمسة. الصور باينة؟ تمام يا دكتور باينة. طيب. برة السيروزا اللي هي الطبقة الخفيفة خالص اللي بيضة دي. في النص الطبقة السوداء اللي هي الماسكولاريز. بعدها الصب ميوكوزا. وبعدين الميوكوزا اللي هي ان ايكويك، وبعدين اللي هي اللومن والطبقه اللي عليه البيضه خالص دي اللي هي ايه؟ اللي هي الايه؟ ايه بقى؟ يا جماعه ما تقولوا بقى، احنا قلنا هايبر ان هايبر ان هايبر. تمام كده؟ من السب ميوكوزا او الميوكوزا. تمام، وانت طالع لفوق ده اول حاجه الطبقه اللي هي كونتاكت مع اللومن بتاع الاستومك بتكون لونها ابيض ثم اسود ثم ابيض ثم اسود ثم ابيض. تمام، ده اللي احنا قلناه من شويه اهو. تمام، السيروزا هايبر. تمام، ثم الميوكوزا ان ايكويك ثم الهايبر ايكويك سب ميوكوزا ثم الماسكولوزا ثم السب سيروزا. تمام، الانفاجينيشن بتكون حاجه بنسميها الراجل فولد اللي انت هتلاقي الثنايات داخله في بعضها كده، وهنشوف صورها، هنشوف صور الثنايات ديت. انفاجينيشن للوول يعني ايه؟ الوول ماشي كده متعرج عامل ثنايات كده. تمام، زي بالظبط كده لما بتيجي بتشوف ايه اللي هو الانسه بتاعت الايه الفراخ، بتلاقي كده فولد كده جواها، دي اللي هنشوفها دلوقتي. نتيجه الاستومك جازس دي الطبيعي موجوده. تمام،
دي بتعمل الغازات بتعمل ايه مع دكتورة ايمان؟ ايه الارتفاكت بتاع الجازز؟ ماذا يا جماعه؟ ايه اهم حاجه ارتفاكت موجوده في الغازات؟ مش انتوا خدتوا 3 او 4 ارتفاكت اللي هو الاكواستيك شادو والانهانسمنت والريفربريشن والميرور ارتفاكت صح؟ هنا بقى وجود الجازز هتعمل انهي نوع من الارتفاكت؟ اكواستيك يا دكتور. لا الجازز. الجاز اللنج يا جماعة، اللنج الشكل اللنج بالسونار عامل ازاي؟ ريفربريشن يا دكتور، اللي هو الريفربريشن ارتفاكت. عشان كده لازم ان انا اعمل فاستنج للحيوان 12 ساعة عشان اقدر اشوف الكونتنت كويسة. شوف هنا بقى الصورة اللي على الشمال دي اللي هي بنسميها الراجل فولد ثنيات، تمام كده؟ شوف عاملة ازاي كده، ادي المعدة الفاضية، هتلاقي انفاجينيشن للوول، تمام؟ زي ما تكون عامل الكاوتش بتاع العربية في النص وطلع فولد على الجناب، هتلاقي كده خطوط بيضة وسودة بيضة وسودة، ادي طبقة وجنبها 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 وفي النص مين؟ الاستومك الفاضية. شوف بقى اللي على اليمين بقى، شوف بقى الاستومك مليانة في الكونتنت في النص، سواء فيها جازز شوية ريفربريشن او الهايبو ايكويك، وادي الوول اهو. شوف بقى هنا اتفردت ازاي الاستومك، وهنا ما كانتش مفرودة كانت فاضية، لما كانت فاضية كان اللومن ضيق في النص، لو ما كان فيها انجستا طبعا بقى في لومن كبير والانفاجينيشن واضح، بس ايه مش زي اللي على الناحيه الشمال. شوف السهم دوت، ده اخد بدايه الوول ونهايه الوول من اول ما ياخد من الهايبر ايكويك لغايه ما ينتهي من الهايبر ايكويك. دي الصوره اللي فيها انجستا ودي الصوره اللي ما فيهاش انجستا. واضحه يا جماعه؟ شباب تمام يا دكتور. ايوه يا دكتور. طيب هنا الصوره برضو دي كده، بص عليها كده شويه، هتلاقي في ايه هنا؟ الاستومك فاضيه ولا مليانه؟ لا مليانه كده، في انجست موجوده في النص والفولد بقت بعيده عن بعضها، بس بدايتها باينه الهايبر فوق وايه الهايبو تحت. لو السهم عندي بيبين الماوس كنت هشرح لكم بالظبط، يعني مش باين طبعا صح؟ باين الماوس باين. طيب اوكي كويس، يبقى ادي اهو دي مين؟ الهايبر، وادي نهايتها الهايبر، فلو جيت تاخد المسافه كده هتبقى كده تمام. ده بالنسبه هنا هتاخد اهو لغايه هنا، لما هنا هتاخد لغايه هنا، تمام؟ متفقين؟ هو ده الاستومك، بحط البروب في النص ورا الليفر تمام، وادور على المنظر ده اذا كانت فاضيه ولا اذا كانت مليانه، وهنشوف على الطبيعه ان شاء الله. ادي برضو هنا استومك تمام. الصوره اللي على اليمين اللي هو الاي والبي بالنسبه لكم، ايه في سهمين، سهم اسود وسهم ابيض صح؟ الابيض ده ايه؟ الابيض يا جماعه الليفر، احنا بنتكلم في الاستومك دلوقتي يا جماعه. الابيض ده ايه؟ جازس، اللي هي جازس من تعرضها دلوقتي، الجازس اللي هي ايه؟ سوري، الجاتس اللي هي ايه؟ الابيض هبان اللي هي ايه؟ ريفربريشن ارتفاكت صح ولا لا يا شباب؟ ايه يا جماعه؟
تمام يا دكتور. طيب يبقى الريفربريشن ارتفاكت دي اللي هي هبان ايه جازز، وزن ذا لومن اللي هو هبان ايه الريفربريشن ارتفاكت، تمام كده. طيب اللي هي الثانيه اللي هو اللون بقى الفلويد اللي هو موجود، تمام كده. الفلويد او الانجست هبان لونها ايه؟ الفلويد هبان ايه؟ اسود. اسود اللي هو الايه؟ الان الكويك. يبقى الفلويد مع الكودال هاف اوف ذا ستومك اللي هو هيبان لك اللون بتاعه اسود، تمام كده. اما السهم الثالث بقى اللي فوق الاسود ده جاي على انهي طبقه؟ طبقه لونها ابيض ولا لونها اسود؟ ابيض. ابيض. لونها ابيض. اللي فوق ده خالص ده جاي على الطبقه اللي لونها ابيض، وهنا الطبقه دي ابيض. يعني ده كده مين؟ الوول بتاع الاستومك. يبقى ادي الوول بتاع الاستومك، وادي الكونتنت اذا كان في انجست ده او فلويد هتبان لونها اسود، وشويه الغازات هتكون لونها ايه؟ ابيض، اللي هو بنسميه الريفربريشن، تمام. بس هنا في نقطه كده لو حد اخد باله منها، الفلويد في الكودال هاف اوف ذا ستومك، لان طبيعه الغازات هتكون ورا ولا قدام؟ الغازات والفلويد هتكون ايه طبيعتها؟ ورا. هتكون لتحت او ورا، صح كده؟ يعني انت لو منيم الحيوان هتكون الجازز ناحيه الكاردياك ولا ناحيه البيلورس؟ بيلورس. الغازات تبقى فوق الغازات. الغازات هتكون ايه؟ الجازز يا جماعه. الغازات لفوق ولا لتحت؟ لفوق. يبقى اللي فوق هيكون ايه؟ هايبر ايكويك، صح؟ واللي تحت هيكون ان ايكويك، اللي هو مين؟ شويه العصاره بتوع المعده، تمام كده. والول نفسه كل الول باين اللي هو الراجل فورد اللي هو الثنايات بتاعه المعده، تمام، بتاعه الول خلاص. وادي قلنا بدايتها اللي هو ايه؟ اللون الابيض بتاع السيروزه. يبقى ادي الوول، وادي نهايه الوول، وادي الكونتنت. اذا كان في غازات ريفربريشن، اذا كان في فلويد اللي هو الان ايكويك كونتنت. وادي تمشي على هذه القصه، ادي فولد، وادي فولد، وادي فولد، وادي فولد، وادي فولد، اند سو اون. يعني انت لما تحط البروب وتلاقي حاجات كده متعرجه خلاص كده، في فولد فولد ماشيه ثنايات كده، تبص اه دي كده ستومك فاضيه ولا مش فاضيه، فيها غازات ولا ما فيهاش غازات، فيها سوائل ولا ما فيهاش سوائل. ده بالنسبه لفحص ايه الاستومك. نيجي الصوره بقى بي. هنا الصوره بي الاستومك ابير امبتي، ما احنا نرجع تاني اهو، تمام كده. ادي الصوره الفاضيه، ادي الثنيات كلها قربت لبعضها، كلها بقت قريبه جدا لبعضها اهو اهو كده. والابيض اللي بره ده عليه السهم الاسود ده اللي هو مين؟ السيروزة برضو. يبقى ادي السيروزة، وادي الثنيات اللي هي الراجل فولد، دي كلها الثنيات بتاعت الاستومك وول، وفي النص ايه ده اللومن بتاع الاستومك، تمام. ده بالنسبة للشكل بتاع الاستومك بالسونار، تمام. يبقى انت لما تلاقي الشكل ده في النص او ناحيه الشمال موازي للفرتبرا الكولم، ده كده الاستومك، سواء كانت في اللومن، سواء كانت في الكلاين، او سواء كانت في الفلاين، تمام. وادي برضو نفس المنظر، كل دي ثنيات بتاعه الاستومك، بس المعده طبعا فاضيه. يعني كل ما هتلاقي الفولد قريبه من بعض كده واللومن ضيق، دي استومك فاضيه، عشان نبقى متفقين. وده لوجيك، لما تلاقي الثنيات بي بعدت عن بعض واتفردت، يبقى في كونتنت في الاستومك. ده بمنتهى البساطه. يبقى كل ما الفولدز دي قربت لبعض، يبقى دي استومك فاضيه، وكل ما الفولد دي بقت مفروده وفي كونتنت، يبقى دي استومك فيها اي كونتنت بقى، اذا كانت انجستا ولا كانت غازات ولا كانت سوائل، ماشي خلاص. هنا بالنسبة للجاستريك ألسر، تمام. هنا
اللي باين عندي ان في ادي الوول بتاع الاستومك لونه ايه؟ الوول اللي هو العضلات بيكون لونها المسكلوزة يا جماعة، تبقى اسود الانيكويك، اللي هو الانيكويك. بعد العضلات المسكلوزة بيجي ايه؟ هو تاني هو قدامكم اهو، ماشي. دي العضلات صح؟ في بعد كده ايه؟ الصب ميكوزا. خلينا من جوه بقى، الصب ميكوزا صح، ثم الميكوزا، ثم اللومن، صح كده؟ يعني انت بتشوف بعد طبقه العضلات اللي هي السوداء، تمام، لو مشيت دخلت لجوه يبقى ايه؟ الصب ميكوزا، ثم الميكوزا، ثم اللومن. خلاص كده العضلات الاسود ده دي العضلات السوداء، فالمفروض كل ده يبقى ايه؟ المفروض ده كله يبقى ده ايه؟ في اللي هو الترتيب الثاني الاسود والابيض، كل ده بقى ايه؟ بقى ابيض، يعني كل الطبقه الثلاثه دول حصل لهم ديتاتشمنت، بقى كلهم اللون الابيض، يعني انت مش شايف السواد والابيض اللي بعد كده. تمام؟ عرفت منين دي؟ اللي هي الوول مش اللي بره، انت عندك الديودنم فدي اللي بره مش اللي جوه. ما دام جنبك السمول انتستين يعني انت كده بره، فده وول بتاع الاستومك وجوه الكونتنت. تمام؟ عشان ما حدش يقول لي ان جوه لبره. طالما في هنا الديودنم او السمول انتستين زي ما نشوف صورتها دلوقتي، فادي الوول وادي الديتاتشمنت في كل الطبقات الثانيه بتاعه الاستومك. تمام؟ هنا ايه؟ انا هنا ايه اللي عرفني ان ده الوول بتاع الاستومك؟ انا قلت من شويه بقى الكونتنت الاورجن الثاني بتاع الانتستين. تمام؟ الانتستينال هنقولها دلوقتي بعد شويه اهو. ده الانتستين هبان برضو تبع خمس طبقات بس ماشيين بالطول بالعرض بالطول بالعرض، مش عامله اللي هو الرجل فولد او اللي شبه كده ايه الكاوتش بتاع العربيات. الجاسترايتس ايه اللي انت شايفه في الصوره دي؟ فين كل الفوض اللي كانت موجوده؟ فين الفوض اللي انت شايفها؟ هل انت شايف اي فوض؟ كلها اختفت مع الالتهاب بتاع جدار المعده، كلها انت مش شايف اي فوض، بس شايف حاجه كده مدوره وفيها اللاير اللي انت عارفه، بس كل الثنايات بتاعتها اختفت. تمام؟ طب مين يقول لك ان دي ستومك؟ ممكن حد شاطر يلقطها، يعني هنعرفها بعد شويه، بس مين يقدر يقول لي؟ عشان فيها طبقات مثلا؟ لا لا انا مش اخد بالي دي طبقات، مش عارف، انا متلخبط، يمكن دي مش استومك. اللي فوق ده ايه؟ في اورجان كده وليه حاجه كده ايه شفافه باوندرز دي شفافه ايه ده الليفر ده السبلين على الناحيه الشمال ده كده بيكون السبلين على الناحيه الشمال الباوندرز بتاعته ونشوف الكونتنت بعد شويه هتبان ازاي مع الهيلس اللي هو موجود بتاع البلاد فيزلز. تمام كده هنا ده تيومر في الاستومك وول. تمام خلاص التيومر الكونتنت النسيج هيبان هايبو ايكويك ولا هايبر ايكويك ولا ان ايكويك، اي تيشو هيبان ايه؟ اي تيشو، اي تيشو يا جماعه، انا ما قلتش باوندرز. التيشو دايما بيبان ايه؟ اللي هو الهايبو ايكويك العادي، الهايبو ايكويك العادي. تمام، اما الاورجانز باوندرز هي الهايبر ايكويك. تمام، فهنا في سويلنج كده فوق الاستومك وول، حاجه طالعه كده، ده اللي هو لو كان في بولب او في كانسر في الاستومك وول. ده بالنسبه للاستومك. تمام دكتور، هو ده كده طالع من جوه الاستومك صح؟
لا راكب عليها من بره، راكب على الول نفسه. ماشي، خش على الليفر. ايه يا جماعة؟ ماشي يا دكتور. طيب الليفر، الليفر عبارة عن 4 لوب واربعة سب لوب واتنين بروسيس. ايه هما الاربعة لوب؟ في الليفت لوب، وده متقسم للاترال وميديال، وفي الكوادريت لوب، وفي الرايت لوب، وده متقسم للاترال وميديال، وفي الكوديت لوب، وده في الكوديت والبابيلاري بروسيس. يبقى انت لو عديتهم كده، ادي ليفت، كوادريت، رايت، كوديت، تمام كده. كم واحد؟ 4 لوب، وكل واحد متقسم الى 2 لاترال وميديال، لاترال وميديال، يبقى ادي 4 سب لوب، والكوديت متقسم الى 2 بروسيس، كوديت والبابيلاري بروسيس. يبقى انت هتلاقي 4 والـ4 دول متقسمين. طيب اهم حاجة بقى، شوف هتحط البروب ازاي في على الليفر. على فكرة فحص الدايجستيف او اي اورجان، هو شطارتك هتحط البروب فين، ولما تجيب الاورجان هنقعد نشوف بقى ده نورمال ولا اب نورمال. بس انت تجيب الاورجان صح، يعني انت لو جبت البروب عارف هتحط البروب فين عشان تدور على ايه، انت كده حققت 50% من الفحص. باقي الفحص نفسه بقى عشان تشوف ده اب نورمال ولا نورمال، تمام. وهنشوف لما نيجي نشتغل مع بعض، ان انت هتجيب الاورجان تروح عامل فريز للصورة وتقعد تزوم تزوم بقى، تشوف انت كده النسيج صح ولا النسيج فيه مشكلة، تمام. عشان كده التوبوجرافيك اناتومي مهم جدا، هتحط البروب فين. هنا موجود فين بقى الليفر؟ وهنشوف الصور. موجود تحت الكوستال ارش، او ورا الكوستال ارش، وقدام الاستومك. يعني هنا الاستومك يعني مش زي البني ادمين، هنا لما تيجي تشاور على المعدة هتحطها على طول، اللي هو على طول بعد نهاية الضلوع، تمسك بطنك في النص، الاستومك في النص والكبد على اليمين. لا، هنا يعني الديافرام، الليفر نايم ورا الديافرام، وقدامه محتضن الاستومك. معلش بقى الكاميرا مش شغالة، كنت هقعد اشرح لكم بالظبط، بس انت هنشوفها دلوقتي. الديافرام، وقدام الديافرام او ناخدها من ورا، من قدام لورا، ورا الديافرام ليفر رايح يمين وشمال. ما انت عندك كام لوب؟ رايت وليفت، ففي ليفت وفي رايت، يبقى هو اخد يمين وشمال. وهعرف امتى يمين يخلص ويلزق في الايه، في الاسبلين، عشان سوري، امتى على الشمال الليفت لوب يخلص ويلزق في الاسبلين، يبقى انا دخلت في الناحيه الشمال. وقدامه الاستومك، سوري هناخدها من قدام لورا، معلش. يبقى هنخلص ريسبيراتوري، ثم يجي بعد كده الدايجستيف اللي هو الفاصل بينهم ليفر الديافرام، ورا الديافرام ليفر، ورا الليفر الاستومك. ولو خدناها من ورا لقدام فالاستومك، تمام، قدام الاستومك، تمام، الليفر، وقدامه الديافرام، تمام. الكرينيال مارجن ليز اجينست الديافرام اند اللونج انترفيس، تمام، اللي هو الواجهه بتاعه اللونج والديافرام. وهنشوف الفرق بينهم دلوقتي هيبقى عامل ازاي في السونار. الديافرام ابير از كيرفد هايبر ايكويك لاين، ده الديافرام يعتبر خط هايبر ايكويك ابيض بيلمع واخد كيرف associated مع الارتفاكت اللي انتوا خدتوه، اللي هو الميرور ايمج ارتفاكت كودالي، اللي هو ايه، بيدي الصوره اللي شافها يعكسها، ده اللي بيسموه الميرور ايمج ارتفاكت. الليفر كونتاكت مع الاسبلين على الناحيه الشمال، يبقى هو نهايته بالاسبلين على الناحيه الشمال. وهنشوف الفرق صوره الاسبلين عن صوره الليفر. مع الرايت كدني
عند الليفل بتاع الرينال فوسا اوف ذا كوديت لوب، هيجي مع الكوديت لوب تمام، هيبقى ليه مارجن وكونتاكت مع الرايت كدني، يبقى هو على الناحيه الشمال بينتهي مع السبلين، وعلى الناحيه اليمين الكوديت لوب بينتهي مع الرايت كدني، ان الليفر اخد حيز كبير من تجويف الدايجستيف تمام، وهتقعد تفحصه يمين وشمال وفي النص. بدايه الفحص ان انت هتحط الترانسديوسر او البروب على الفنترال ميد لاين دايركتلي كودد تو ذا زيفويد بروسيس اوف ذا سترنم، يبقى الحيوان نايم على ظهره، هنحط البروب ورا الزيفويد كارتليج تمام في الميد لاين كودا للزيفويد كارتليج، والانديكيتور مارك اللي هو بتاع البروب بيكون بايه بوينتد كرينيالي. خدتوا انتوا الحته كده الانديكيتور كده في البروب مع دكتور امل اللي وريته لكم دي، هو ده المؤشر بتاعك، حط الانديكيتور لقدام تمام، وحط البروب في النص ورا مين، ورا اللي هو الزيفويد كارتليج. طيب شكل بالسونار ايه؟ الهيباتيك بارينكايما حدود اللي بصوا الليفر في كذا حاجه، باوندريز وكونتنت وجول بلادر وبايل داكت مع شويه بلاد فيزلز. طيب النورمال هيباتيك بارينكايما تمام بتكون ايكوجينيك تمام هيموجينس اوف ميديوم ايكو تكتشر، هنشوف صورتها هقول لك ده ده كده النورمال ايكوجينيستي بتاعت الليفر، يبقى هنقول النورمال ايكوجينيستي بتاعت الليفر ده كده طبيعي زي الفل تمام. It is uniform hypoechoic تمام خلاص، يبقى هي ولا هي ان ايكويك ولا هي هايبر ايكويك، هو اللون الطبيعي اللي احنا هنشوفه تمام. With the coarser ecogenicity أو ecotexture compared مع السبلين، يعني مين مكتوم ومين بيلمع؟ مين مكتوم ومين بيلمع لو قارنت الليفر بالسبلين؟ اللي أنت تفهمه من الفقرة دي. حسب الكونتنت. السبلين فيه بلاد كتير، بلاد سبلاي كتير صح، مش هو مخزون الدم، والليفر فيه ده عباره عن اورجان ليه كونتنت وليه تكتشر. مين هايبو ايكويك لمين ومين هايبر لمين ومين فاين ومين كورسر عن مين في التكتشر، فده هيبان ايه وده هيبان ايه. السبلين بيكون هيلمع اكتر من الليفر، فهو بيقول لك ان الليفر هايبو ايكويك كومبيرد مع السبلين، يعني الليفر مكتوم سنه عن السبلين، السبلين اللي بيلمع شويه كومبيرد بالليفر تمام كده، فهو بيكون هايبو ايكويك كومبيرد مع السبلين في المقارنه بينهم بس. طيب شوف بقى البلاد فيزلز، عندك اتنين هيباتيك وبورتال فين، الان ايكويك راوند ده هيباتيك والتيوبلر استراكشر ده البورتال فين، يعني هتلاقي احنا اتفقنا اي بلاد فيزلز الباوندريز بتلمع هايبر ايكويك، ومدام بلاد فيزلز يعني جواه دم فهو سائل فهو ان ايكويك، فهتلاقي اورجان ليه باوندريز بتلمع ادي كده هايبر ايكويك جواه سوائل، يبقى انت بتتكلم في بلاد فيزلز، يا اما مدور ده كده هيباتيك طويل عامل زي التيوب ده كده مين البورتال فين. ماشيه الدنيا يا جماعه ولا اقف؟ اللي فيه اي حاجه يا ريت وقفني. ممكن نعيد الفرق ما بين الارتور ده الايه الارتور لا انا ما قلتش ارتور فين، هيباتيك فين وبورتال فين. ماشي، فرق ما بينهم ازاي؟ واحد مدور وواحد طويل، تيوب ومدور بس كده. التيوب اللي هو الايه؟ بورتال، والراوند هو الهيباتيك. ماشي؟ طيب ادي البوزيشن اهو. نيمه على ظهره. مش الحاجات دي بتبقى الوان؟ ايه؟ مش الحاجات دي بتبقى الوان اصلا بتبقى باينه يعني؟ ده بالدوبلر ده يا حبيبي.
انا بتكلم في الطبيعي، السونار الطبيعي اللي عندنا مش الدوبلر مش الكلام يعني. ماشي، ادي الحيوان اهوت من يمينه على ظهره، والبروب محطوط فين؟ ورا الكوستال ارش. خلاص. طيب شكل الجول بلادر ممكن تكون راوند او اوفال، ما دام جول بلادر يعني فيها كونتنت سائل هتبقى برضو ان ايكويك استراكشر مع ثين سموث ايكوجينيك وول، ليها برضو وول بيكون لونه برضو ايه ابيض وبيلمع. Surrounded by the distal parenchyma with distal aquatic enhancement. خدت انتوا في الارتفاكت لما يكون organ اسود تحتيها يبقى enhancement ولا shadow؟ المهم انت خدتوا السكشن اللي فات بتعملوا بايه؟ لان الاسبوع اللي قبل المفروض تكونوا سكتوه وقريتوه. الانهانسمنت والشادو، شادو يعني ايه شادو؟ يعني في مثلا زي في يونري بلادر في ستونز. ما تقوليش اورجن دلوقتي، يعني ايه شادو؟ يعني في اللي هو هايبر ايكويك وزعل. ما تقول لي بالعربي يعني ايه شادو؟ ظل. ظل تمام. وانهانسمنت الصوره بقى حصل لها انهانسمنت، يعني ايه بقى اللي حصل في الصوره؟ هايبر ايكويك. يعني ما تقوليش دلوقتي تفسيرات سونار، قول لي كده افهمها الاول. تمام، احنا قلنا ميرور ارتيفاكت مرايه، انت لما تقف في المرايه هتشوف صورتك في المرايه صح؟ دي ميرور. تمام كده. انهانسمنت يعني الصوره بتلمع ولا فيها ظل؟ بتلمع. والشادو اللي هو ايه؟ ظل صح. لو في ستون يبقى الارتفاكت بتاعها ايه؟ تلمع شادو. لما بيكون في سوائل هيبقى الارتفاكت بتاعها ايه؟ اللي هو الانهانسمنت. تمام كده. ده بالنسبه ليه الارتفاكت اللي انت هتشوفها، يعني هتشوف يا اما راوند يا اما اوفال ان ايكويك. تمام، وليها وول وحواليها الليفر بارينكايما، وبيكون تحت الجول بلادر في جزء في انهانسمنت عشان ما تقولش ده ابنورمال في الليفر. طب الجول بلادر موجوده فين؟ موجوده ما بين الرايت ميديال لوب and medially to the quadrant loop. يبقى هي موجودة lateral وميديال. lateral ما بين ايه؟ ما بين الرايت ميديال لوب، وهنشوفهم دلوقتي الصور. وميديالي مع الكوديت لوب، يعني هي كده موجودة على يمينها. تمام، lateral ليها وميديال ليها. تمام، ما بين الرايت ميديال لوب، تمام، ده lateral، وميديال ما بين الكوديت لوب. غالبا في القطط بتكون باي لوب، مقسومه الى اتنين لوب. ادي اهو، حط الليفر اهو، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، دول مين؟ الخمسه لوب الاساسيين بتوع الليفر. تمام، وادي الجول بلادر اللي احنا قلناها. تمام، لاترال وميديال. تمام، لاترال مع مين وميديال مع مين؟ سوري، لاترال مع مين؟ الرايت ميديال لوب. تمام، وميديالي مع الايه؟ الكوديت لوب. تمام، ادي الرايت بتاعها والميديال بتاعتها. تمام، ادي بقى اهو، ادي الخط بتاع مين ده؟ ده الدايفرام اللي هو نهايه الليفر، وادي نسيج الليفر، وادي البلد ايه فيزلز اللي هما مين ده؟ مين اللي عامل بقى تيوب ده؟ ده مين؟ مين اللي عامل تيوب؟ ده مين؟ البورتال فين. طب ما تيجي هنا هنا اهو، ادي الخط اللي بيلمع ده كده حدود الليفر. خلاص، ادي اللي هو الدافرام. تمام، وادي التيوب وحواليها لون ابيض بيلمع، ده مين؟ ادي البورتال فين، وادي الجول بلادر.
تمام كده؟ يبقى ادي الجول بلادر وادي البورتال فين، وهنشوف بقى كده شويه فيها دوائر، ده الهيباتيك فين. هنا لما قلنا حته الاستومك والليفر، اهو الليفر وراه الاستومك، لو خدتها من تحت يبقى الاستومك وكرينيا ليها مين؟ الليفر. يعني معنى اصح الاستومك مش ورا على طول الاسترنم، ده الاستومك وراها ليفر، تمام، ويمينها ليفر وشمالها برضو ايه؟ ليفر. هي محاطه بالليفر بس على شمالها هتلاقي الليفر خلص والاسبلين مع الليفر باينين، وبعدين الاسبلين مع الاستومك بس. ها ادي اهو الدياجرام حتى باين اهو، هتلاقي بص الليفر بتخلص مع مين؟ مع الاسبلين، وهنقول ازاي الاسبلين فرق عن الليفر، والاستومك في النص برضو ليها جزء اتاتشد مع مين؟ مع الاسبلين. ادي الخمسه لوب اللي احنا قلناهم الاساسيين. لو هننيم الحيوان كده على ظهره دي هتبقى شمال وده هيبقى يمين. ادي الليفت وادي الرايت لوب وادي الكوديت وادي الميديان لوب والكوادرت لوب. تمام؟ طيب ادي برضو منظر تاني الخلايا الليفر. تمام كده؟ في عندك كذا حاجه، بص على الاسهم والكلاب، في ستار تمام وفي ار ام وفي ار ال وفي سي. الاهم وانت بتفحص هتلاقي كل شويه ما تحرك هتلاقي كده جزء اسود اللي هو السوائل، شيء طبيعي ان في بيرتونيال فلويد، ده طبيعي في النورمال، ده مش اسايتس، انك طبيعي هتلاقي، لان اللوب لو ما هو متقسم لديفرنت لوب صح؟ فاكيد متقسم فماسكين في بعض، ولو ما كانش متقسم وكان ارجب مصمت مش هتلاقي ايه؟ الفراغات اللي بينه، فشويه الفراغات دي تمام؟ دي اللي هي البريتونيال فلويد، البريتونيال افيوجن الطبيعي. فانت بتفحص هتلاقي شويه سوائل كده شويه سوائل كده وشويه سوائل كده، عادي ده البريتونيال افيوجن الطبيعي. لو زياده بقى قوي وتلاقي اسايتس ده قصه تانية. سي اللي هو الكوديت لوب، والار ال اللي هو الرايت لاترال لوب، وار ام اللي هو الرايت ميديال لوب. فادي يمين تمام رايت لاترال ورايت ميديال، وطبعا هتلاقي قدامهم هناك اللي هو الليفت وادي الكوديت لوب، وهنا بعد شويه العيبان الكوادريت لوب. تمام يبقى ادي كده عينيا تلقط ده الايكو تكتشر الطبيعي بتاع الليفر، عشان لو لقيت في سواد او لقيت في حاجه بتلمع قوي او لقيت في حاجه ليها باوندريز هايبو ايكويك اعرف كده ان في مشكله هنا، وابدا اعمل زوم واعمل فوكس وافحص الليفر. وبالمناسبه السونار لوحده ليس وسيله تشخيص لوحده، نتعلم لازم اخد الفحص كامل، افحص هيستوري ثم اعراض ثم سونار، شكيت خد بقى الكيمستري. يعني دايما السونار ده بعمله ده في ليفر، لا بقى خد ليفر اشوف ايه ال تي اي اس تي الجي جي تي، في كده اتاكد بقى بالسونار اللي انا شفته. تمام في مشكله، اقيس لي بقى البلروبين توتال ودايركت واندايركت، شوف القصه ايه بالظبط. تمام ده بالنسبه للشكل بتاع الليفر. تمام ادي هو التاني، وانتوا قولوا معايا يمين ايه وشمال ايه، اهو مين دي ومين دي ومين دول وايه ده وايه ده، اللي عليه خط ابيض ده مين؟ ديفرام. ايه؟ ديفرام. الديفرام. وده 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 ده مين؟ ده الهيباتيك بارينكايما العاديه. طب وده؟ بورتال. بورتال. بورتال فين؟ وده؟ ده ايه؟ بورتال بقى. ما في حد من البنات ما بيتكلمش ليه يا جماعه؟ هم كلهم هم اللي بيتكلموا معايا. ده ايه ده؟ بورتال بقى. طيب وادي دول بيتك. اهم باين عليهم الباوندرز اللي بيلمع ده، والكونتنت بتاعته اللي ايه؟ اللي هو الاسود ده. تمام؟ وهنا باين قوي حدود بيضة وجزء ايه؟ اسود في النص. هنا ده ايه؟
ده طبيعه بتاع الايه الديافرام، وده الهيباتيك بارينكايما، وده ايه وده ايه وده ايه، ده مين الاورجان ده مين؟ السبليم. ماشي ده ايه يا جماعه؟ حد من البنات يقول لي يا جماعه اللي قاعدين هو مين بيتكلم معايا ده باستمرار؟ انا عبد الله. ماشي اوكي، ما يعني مين اللي بيتكلم معايا غيرك؟ انا احمد. احمد ايه؟ احمد سالم. طيب ماشي اوكي، هما اتنين بس اللي بيتكلموا معايا اللي عارفين يتخيلوا معايا سنار، والباقي كله رايح مني. دكتور هو عنده كام بوكتال ارك بوكتال فين؟ عادي عادي اكيد اكيد مش واحد يعني، يعني هو واحد هيغطي الليبر كله. انا عشان كده بس. لا لا انت هتلاقي كذا حاجه، بس لما تلاقي بس دواير وبالطول وكده خلاص انت كده ده بورتال وهباتك. ده ايه بقى؟ الاول الاول ده اورجان، ده ليفر صح؟ يبقى البروب بتاعتك محطوطه فين؟ لما تلاقي الدايفرام كده، وهنشوف احنا بقى حاجه تانية، هتلاقي على الناحيه التانية بقى الايه؟ الشيست والقلب عمال ينبض كمان. هتلاقي الرئه هنا وضربات القلب شغاله كمان. المهم ده حطيت البروب ولقيت خط كيرفت كده بيلمع، ده مين؟ ده الدايفرام. يبقى هنا اللي ورا الدايفرام ده ايه؟ ده الليفر صح؟ طيب ده ايه وده ايه وده ايه؟ والفوق ده اسبلين. حد من البنات يقول حاجة؟ قول بلادر. نورهان حاضرة معانا ولا مش حاضرة؟ نورهان نورهان حاضرة ولا لأ؟ ده قول بلادر يا دكتور. ده ايه؟ ده الجول بلادر، ده الجول بلادر، وادي الوول بتاع الجول بلادر، وايه ده بقى؟ بارنكايما. ده فات بارنكايما فات الليفر. هنقعد نهجس يعني؟ يعني فات الليفر جاي هنا ومش جاي هنا؟ اللي هو اللي هو الانهانسمنت الطبيعي، الاكواستيك انهانسمنت، عشان ده ما يخدعكش تقول لي اه ده في عندي فات الليفر. لا ده الطبيعي اللي هو الارتفاكت الطبيعي بتاع الجول بلادر. طيب ادي هنا اهو، هنا واضحه، ده مين تاني اهو؟ ده اللاين بتاع مين؟ الدافراب، وشويه الدوائر المدورين دول مين؟ وادي التيوبلر. تمام كده. طيب هنا بقى ده صوره جميله وزي الفل اهو، ادي خط دافرام زي الفل وجميل، وادي ليبر زي الفل، والطويل ده ايه؟ ده ايه؟ هباتك يا عم بورتال. يا جماعه ما تركزوا معايا يا جماعه، في ايه بس؟ هو مش حد من البنات خالص مركز معايا، ولا تايهين، ولا مش فاهمين، ولا مش عارفين؟ انا فيش غير الولادين دول بيتكلموا معايا، يغلطوا يصححوا، بس هم اللي في ريسبونس معايا. البنات يا جماعه، حد من البنات يتشارك يغلط حتى، بس حاسس ان في حد منهم متفاعل معايا يعني. رنيم حاضره رنيم ولا لا؟ ما مش بيردوا ليه؟ النت فصل عندها يا دكتور. طب وانت مين بقى؟ انت مين؟ انا سهيله يا دكتور. ماشي رد يا سهيله انت بقى. ده ايه يا سهيله ده؟ لا ايه شيخ الله حرام عليك، ده البورتال يا جماعه، ده البورتال قايلين من شويه، الهيباتيك مدور والبورتال هو الايه اللي عامل زي التيوب، انبوبه قلم جاف كده، والمدور ده مين؟ ده الهيباتيك. طب نيجي للصوره دي كده، هنا دي ايه بقى؟ عرفت ان هو دايفرام ازاي؟ بايه؟ سوري، عرفت انه ليفر ازاي؟ بالدايفرام صح؟ خلاص كده. ايه بقى كل الحاجات الغريبه دي اللي شكلها غريب ده؟ هل الايكوجينيست هنا طبيعيه؟ لا هنا مفيش ايكوجينيست. قارن دي بدي، طبعا في فرق شاسع ما بين الايكوجينيست دي حاله هيباتيتس، تمام، التهاب طبعا رهيب في خلايا ايه الليبر، في شويه بلاس سبلاي اهمت انا شايفه اهمت وهمت وهمت، تمام،
بس فرق الشاسع ما بين الايكوجينيست بتاعت الليفر. انت شفت هنا لا الليفر ده كده اب نورمال، على طول اسحب عينه دم قيس الليفر انزايم وقيس البيلروبين بالدايركت والاندايركت عشان توصل للدايجنوزيس بقى، تشوف القصه دي ايه بالظبط. هنا ديفرنت هيباتيك ماسز، ادي اهو الدافرام وفي دواير 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 دواير، دي بقى ديفرنت هيباتيك ماس. هيباتيك سيست اعتقد جايه ولا مش جايه، ثواني كده. دي السيست بقى، يكون فرق السيست عن هيباتيك ماس ايه دكتور؟ ايه هي الهيباتيك ماس؟ شويه جرانولوما، ودي مور كومن في يعني ايه ماس، شويه جرانولوما مش ابسس، تمام. اكتر حاجه تعمل هيباتيك جرانولوما هو حاجه مهمه جدا في امراض الفلاين اللي هم ايه، اللي هم ايه امراض فيروسيه يا دكتور؟ ايه امراض فيروسيه يعني؟ بانكوبينيا. الفلاين بانكوبينيا مثلا؟ لا استنى، لوكيميا اللي هو الايه الاف اي بي، فلاين انفكشوس بروتنايتس ليه 2 فورم، تمام. اللي هم ايه الاثنين فورم دول اللي هم الويت فورم والدراي فورم. الدراي فورم بيعمل شويه جرانولوما على الليفر وجرانولوما على ايه الاستومك، تمام كده، وفي البريتونيوم، ماشي. طيب طيب الهيباتيك سيست، هنا الليفر في سيست كبيره، تمام. السيست بقى ايه دي اللي هي هتكون ايه سوائل زيها زي الجول بلادر، هتلاقي واحده اهي وواحده اهي وواحده اهي، وهنا هتلاقي في الايه الايه بقى دي اللي هي الاكواستيك انهانسمنت. يبقى اي سوائل هتلاقي بعدها الارتفاكت اللي هو مين الاكواستيك انهانسمنت، ماشي. يبقى ادي مين الهيباتيك سيست، دي كلها دي ابنورماليتيز. هيباتيك ابسيز، شوف بقى هنا الابسيز هعرفه ازاي، ادي اورجان ليه باوندرز، في ماس ليها باوندرز وليها ايه كونتنت، يبقى ادي كده باوندرز وادي باوندرز جوه الليفر وفي كونتنت جواها كده، ده كده ممكن يبقى هيباتيك ابسيز خراج في الليفر. هو طبعا مش ان ايكويك فهو مش اسود مش سيست، وهو ليه abnormal ايكوتكتشر جوه ايه الليفر، وادي الباوندريز بتاعه الليفر برضو. فاول حاجه اجيب ليفر وبعد كده اشوف الكونتنت ايه اللي جواه، تمام. وادي نفس القصه برضو، تمام. هيباتيك ماس او هيباتيك ابسيز موجوده جوه مين الليفر، بجيبها واقف عليها واشوف حدودها يمين وشمال وفين وفين. شوف كده فرق اصلا ايكوتكتشر ما بين ده وده، واضح او ان في ايكوجينيستي مختلف ما بين خلايا الليفر والكونتنت بتاعت الاورجان الغريب اللي انا شاكك فيه ده ايه. الصورة على الشمال كانت تكون ايه؟ ايه؟ الصورة على الشمال كانت ايه؟ ثواني. فين دي؟ ثانية على الشمال. اهي ما انا بقول يا جماعة هيباتيك ابسس. نورمال ايه بس يا جماعة؟ فين النورمال ده؟ ادي الدفان. وادي جزء من الهيباتيك بارينكايما وادي جزء ماس، يعني دي انت شايف دي بدي نورمال؟ لا. طيب خلاص ده هيباتيك ماس في الليفر، تمام كده، ابسس موجود في الليفر ليه باوندريز، تمام. وادي الايكوجينيست بتاعت الليفر الطبيعي. هنا ستون في الجول بلادر، تمام. ادي الجول بلادر ليها باوندريز، تمام، وفيها ايه ستون، تحت الستون في ايه الشادو، الشادو اللي هو الاكواستيك شادو، ده بيبان في الجول بلادر ستون او اليورينري بلادر ستون. السبلين في اي حد ليه حاجه في الليفر؟ ادي كده هنا الليفر، بعرف الليفر بس من الدايفرام. ايه
الليفر بعرف ان هو ده ليفر من الدايفرام بس. يمين وشمال، ما عندكوش نست بقى اللي انت عينيك هتلقطها. تمام. ايه الباثوجينست اللي ممكن نشوفها غير الثلاث حاجات اللي احنا شفناهم؟ ايه؟ ايه الابنورمالتي او الباثوجينست اللي ممكن نشوفها غير الثلاث حاجات اللي احنا شفناهم، لا الابسس ممكن تلاقي والماس حاجات كثيرة، ممكن تلاقي حاجات كثيرة نفسها، ممكن تلاقي نفسها البايل داكت فيها أصلا الفشيولة دي، ممكن تلاقي جوه البايل داكت. بص أنا ما يهمنيش الأبنورمالتيز على قد ما يهمني بس إن أنت لو طلعت وعارف تحط البروب فين وتحفظ شكل الطبيعي بتاع الأورجن ده زي الفل، بحيث لما تشوف حاجة أبنورمال تقول أبنورمال بقى تشوف دي إيه ودي إيه ودي إيه، لأن أنت أكيد مش هتشوف معايا حالات أبنورمال، لكن على الأقل لما تبقى عارف ده منظر الليفر الطبيعي يبقى أنا كده عرفته وهعرف أجيب ده ليفر. فأنت لو تقول ده ليفر وده كذا في الليفر ودي 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 أنت كده زي الفل. تمام؟ دكتور عايزين اشتغل بايدينا يا دكتور. والله العظيم أنا بقول لك هتشتغل بإيدك بإذن الله إن شاء الله. يعني إحنا معانا الساعتين وكله يعني ساعتين على عدد السكشن يعني، بس عددنا مش كبير قوي يعني. ايه عددنا مش كبير زي الدفعات الجاية يعني، فاهم؟ ما هو السكشن على فكرة مش هتفرق، ان برضه الدفعات الجاية السكشن ازيد، هي برضه يعني تمام. مالكش دعوة بغيرك يا عم، بس انت شوفه خلاص. هندي السكشنين اللي قبل رمضان دول ايه عملي سنار، نعيده مرة واتنين عشان برضه اللي ما لقطش هنا يلقط تاني، واللي اشتغلها مرة يشتغلها تاني. خلاص؟ طيب الاسبلين، تمام. الاسبلين ادي الطبيعة بتاع الاسبلين، هنا نهب ليفر اللي على الشمال اللي هو الليفت لوب، وهنا قلنا الكونيت لوب مع الرايت كدني، وادي الليفت كدني، وادي الاسبلين الطبيعي، وادي اليو بي نهايه السبلين مع اليورينري بلادر. تمام كده. وادي مين اللي هو مين الاستوم، ادي اهو شوف بقى نهايه عندي، ادي السبلين وادي الليفر، وده هنشوفه بعد شويه شكل السمول انتستون بيكون كاركترستيك قوي، وادي اللي هي الليفت كدني، والكدني بيكون كاركترستيك، او الكورتكس اللي هي المظله والكورتكس والرينال بلفس دي بتكون كاركترستيك او ما حدش يغلط فيها، والسبلين جنبها برضو يكون فرق شاسع بين دي وبين دي. شوف دي وده بقى، شوف الهيباتيك والسبلين مين بيلمع عن مين ومين مور فاين عن مين، مين بيلمع ومين مكتوم شويه، اللي بيلمع السبلين، اللي بيلمع السبلين اكتر من ايه، من لان ده تشو وده يعتبر بلاد، فده بيلمع شويه عن ايه يعني، ده الاستيك تشو اكتر من مين، من الليفر. وادي السمول انتستين وهتكون باينه، وادي مين الليفت كدني، عشان كده لما جبناه من شويه الاستومك ولازقه في مين، في السبلين على الناحيه الشمال. السبلين اتاتش لوس للاستومك من خلال الجريتر اومنتوم والجاسترو سبلينيك ليجامنت، يعني هو بيكون لازق في الاستومك. تمام. حجم والبوزيشن بتاع السبلين بيختلف برضو من كلب لكلب. الدورسال بارت بتاع السبلين، انتوا فاكرين السبلين اللي هو بيكون elongated صح، والباوندرز بتاعته بتكون ايه، تيب ولا راوند، بتكون تيبرد اند. تمام. elongated سبلين موجود ما بين ايه، ما بين الفاند اوف الفاندس اوف سبلين مع الكرينيال بول اوف ذا ليفت كدني. تمام. اللي هو اهي قلنا مين، الكرينيال بول اوف ذا ليفت كدني، ادي الكرينيال، ادي الكودال، وادي الكرينيال بول بتاعت الليفت كدني. تمام. والاستومك نفسها هو عبارة عن elongated tongue shaped. تمام. في اللونج اكسس فيو، يعني هو نايم الكلب بالطول شكله elongated tongue shaped triangular في cross section، لو اخدت بالعرض هتلاقيه مثلث بالطول elongated tongue shaped في الشكل الطول بتاعه اللي احنا شفناه ده كده اهو، ده elongated tongue shaped split.
خدته بالعرض هتلاقيه مثلث. تمام، ده بالنسبه للسبلين. السبلين lays superficially and direct adjacent to the ventral abdominal wall. تمام، والبارينكيما homogeneous with fine echo texture وبالاخص compared مع الليفر. تمام، يبقى هو superficial وبيكون مجاور للفنترال ابدومينال وول وبيكون شكله والايكوجينيست بتاعته مختلفه طبعا عن الليفر. It is usually hyper echoic and of fine parenchymal texture relative to the liver. هو اللي احنا قلناه برضو، احنا قلنا الليفر هايبو ايكويك كومبيرد بالسبلين، وهنا هو هايبر ايكويك فاين بارينكايمال تكتشر كومبيرد بالليفر، عكس بعض. الهيلس او الهيليوم اوف ذا سبلين اند سبلانيك فين از يوجوالي ايدنتيفايد، اللي هو مكان بيتجمع فيه كل الاوعيه الدمويه، وده بيبقى كاركترستيك جدا هتلاقي الليفر. مساء الخير عليكم يا دكاتره، ان شاء الله هنشرح الكتب دي على قناه اليوتيوب واكتر. هنشرح كمان كورسات متخصصه في الكلينيكال باثولوجي والكارديو وحاجات تانية كتير. تابعوني على قناه اليوتيوب.